السلام عليكم يا مساء الفل يا مساء الجمال. خلصنا المفاتيح الجميلة والجزء الأول من الفيديو بتاع الفيديوهات الخاصة بالفصل السادس. أتمنى تكون الدنيا واضحة وصريحة. هما 3 خطوات، ما قدرناش نقطع عن كده علشان ال3 خطوات بتوع الفيديو اللي فات هما اللي هنستخدمهم في خلال ال5 فيديوهات اللي جايين بإذن الله، أو ال4 فيديوهات اللي جايين بإذن الله. هما الـ3 خطوات دول بيتكرروا معانا بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، لكن المحتوى مختلف. كلام بسيط وسهل، لكن لو اتحافظ على بعضه كده كل حاجة مستقلة هتلاقي الموضوع فعلا تقيل. لكن لو انت خليك ماشي معانا بس واحدة واحدة بنفس الطريقة دي كده، تاخد الموضوع من فوق، اللي هما ال3 مفاتيح دول، 3 خطوات اللي احنا هنشوف فيها الإلمام، هنلم المعلومات ونشوف نظام الرقابة عامل ازاي. تاني حاجة انت بتعمل او بتلتزم مدى الالتزام منك كشركة بالكلام اللي حضرتك حاطه او السياسات اللي حضرتك حاططها، وبعد كده ببدأ اشوف الأرصدة والحاجات دي حقيقية ولا مش حقيقية ولا وابدأ البرنامج بتاعي على أرض الواقع. النهاردة هناخد مجموعة من البرامج الخاصة بحسابات دورة الإيرادات والتحصيلات، وهي موضوع الأول، وهي مجموعة من البرامج. ممكن ما تسميهاش برامج، ممكن تسميها خطوات، ممكن تسميها سايكل شغل. أنا هشتغل إزاي على النقطة الفلانية والنقطة الفلانية، هي واحد، ما تتخضش أبدا من كتر التفاصيل، هي واحدة، لكن هي محتاجة إن حضرتك تقوم تحضر كوباية القهوة وتخبط لك الجميل وتيلا. الموضوع الأول معانا هو مجموعة من البرامج المتعلقة ببعض بنفس الكاتيجوري، يعني من فوق كده، هي برامج مراجعة حسابات دورة الإيرادات والتحصيلات. عملية الإيرادات والتحصيلات دي كده بتحصل في مجموعة من العمل أو مجموعة من الشغل، هنبدأ ننزل عليها ونبدأ نشوف هي بتتقسم لكام مجموعة جزئية من تحت، وبعد كده نبدأ كل مجموعة من دول نعمل لهم سايكل شغل، نطمن إن الجزء ده سليم نركنه على جنب، نطمن إن الجزء ده سليم نركنه على جنب، وهكذا. طيب، البرامج بتاعتها بتشمل 4 برامج، 4 أجزاء. بقسم المنطقة بتاعت الإيرادات والتحصيلات والحاجات دي ل4 حتت. أول حاجة عمليات البيع الآجل، تمام؟ علشان يتم بيع هيتم بطريقتين، علشان عملية البيع أو عشان يحصل عملية الإيراد هيتم بحاجتين، يا إما هبيع نقدي يا إما هبيع آجل. طيب، البيع النقدي ليه برنامج لوحده، البيع الآجل ليه برنامج لوحده، وبعد كده هحصل عمليات البيع الاتنين دول إزاي. نمرة 1، برنامج لعمليات التحصيل اللي هو خاص يعني بالنقدية، وبعد كده عمليات التحصيل بأوراق القبض. ما انا هحصل بالطريقتين دول، هحصل يا اما نقدي يا اما هحصل اوراق قبض. يبقى انا مسكت الايرادات والتحصيلات اللي جايه من بره، انا بعت وانا لميت فلوسي. همسك الجزء ده واسمي البرامج بتاعته برامج مراجعه حسابات دوره الايرادات والتحصيلات. يبقى عندي الايرادات بتتم في نوعين، نقدي واجل، وعندي التحصيلات بتتم بحاجتين، نقدي واوراق القبض. وبالتالي انا كده يبقى عندي 4 برامج هنزل اشوف هشتغل عليهم ازاي. طيب، نمرة 1، برنامج عمليات البيع الاجل. طيب، يقوم مراجع حسابات بتنفيذ 3 مراحل اساسيه لمراجعه عمليه البيع اللي قدامنا دي، اللي هي عمليات البيع الاجل. طيب، المرحله الاولى زي ما قلنا ال3 خطوات بتوعنا الفيديو اللي فات، اختبار الالمام، هيشوف جودة النظام بتتم عاملة ازاي، اللي هو بالبلدي كده مين اللي باع البيع، المندوب مين اداله الموافقة، مين عنده ايه النظام اللي هو عملية البيع، مين سجل عملية البيع او مين بيسجل عمليات البيع، وبتاع
كلام حلو، كان مين بيحصل، مين مسؤول عن كذا، اللي جوه بقى تفاصيل الشغلانه. طيب اختبار الالمام بجوده تصميم نظام الرقابه الداخلي، ويعتبر تصميم نظام الرقابه الداخلي الخاص بعمليات البيع الاجل تصميما جيدا اذا اشتمل على المقومات والاجراءات التاليه. لازم يبقى عندي النظام اللي هعمله كبنش مارك كده، اللي هو حاجه نظام قوي جدا، وانت عندك نظام، وابدا اقارنهم ببعض. ابدا اقارن النظام القوي جدا ده اللي هو في خيالي والنظام اللي حضرتك مطبقه، واشوف مدى القوه والضعف اللي في نظامك. تمام. طيب يبقى لازم النظام القوي ده يكون حاجه ممتازه جدا او فوق الممتازه. اشتراك مجموعه من الاقسام والادارات المستقله في تنفيذ عمليات البيع مع تحديد واضح ودقيق لاختصاصات ومسؤوليات كل منها، ويعطائها القدر المناسب من السلطة اللازمة لإنجاز مثل هذه التخصصات أو الاختصاصات والمسؤوليات. يعني زي ما كده بتشوف في الشركات، في مدير بيع، وبعد كده في مشرف بيع، وبعد كده في مندوب أو تيم ليدر، وبعد كده مندوب. كل واحد من دول مفروض بيكون في إيده اختصاصات. يعني هتلاقي مثلا مندوب البيع هو اللي بينفذ الاوردر، بياخد الاوردر من العميل. التيم ليدر بياكد الاوردر من العميل بطريقه ما، سواء بالتليفون او بينزل على ارض الواقع ويروح يزور ويبقى على علاقه قويه بالناس دي. وبعد كده السوبرفايزر او المشرف بياخد الكلام من التيم ليدر ويبدا يوافق او يوفق الاوردرات والحاجات دي. وبعد كده مدير المبيعات بيبقى مسؤول مسؤوليه اكبر عن كل المجموعه اللي حضرتك شايفها دي كلها. المهم في النهايه تكون متوزعه على فرق عمل كبيره، وده خاص بكده باداره المبيعات. هتقول لي فين الرقابه لما كلها موجوده في اداره واحده؟ لا، في كمان اداره بتشارك في الجزئيه دي اللي هي اداره الحسابات. بيقول لحضرتك والله العميل ده الائتمان بتاعه مثلا هو بيسحب ب 100,000، هو عليه 100,000، ما ينفعش يعلى عن 100,000، لا وقف له البيعه دي، ما ينفعش، لا الكريدت بتاعه يسمح، طلع له البيعه دي. يبقى الموضوع بتاع الاكسبشنز والحاجات دي والائتمان موجود مع اداره الحسابات. هتقول لي طيب كده ادارتين، الاداره الثالثه هي مين؟ احنا بنقول ادارات، طالما في ادارات يبقى في اكتر من اداره، ادي في اتنين. الاداره الثالثه هي ايه؟ اداره المخازن. اداره المخازن هي اللي بتقول او هي اللي بتعرف توزع البضاعه، او البضاعه اللي عندها بتتقسم بطريقه عامله ازاي؟ ليه؟ لمين؟ ازاي؟ فين؟ ده يخرج الاول، ده ما يخرجش الاول، والكلام ده كله. طيب الاداره الرابعه اللي بتشارك في نفس العمل هي اداره الحركه. اداره الحركه نفس القصه بالظبط، هي اللي بتوصل من والى، ولو في تحصيل كاش او لو ما فيش تحصيل كاش بيبقى في مسؤوليات كبيره على اداره الحركه في النوعيه دي. اذا المهم ان الموضوع متوزع على كل الادارات اللي المفروض تشارك في عمليه البيع الاجل، ما يبقاش في فرد واحد بس هو اللي عنده المعلومة، لا يبقى في مجموعة من الأفراد في مجموعة من الإدارات هي اللي مشاركة كلها في عملية البيع الآجل الواحدة. طيب وجود نظام محاسبي سليم يكفر قيد كل العمليات بتاعت البيع الآجل، اللي هو النظام المحاسبي اللي احنا قلنا عليه، قسم الحسابات بيبقى قادر على متابعة وتسجيل وادي اوردرات لفلان وما تديش اوردرات لفلان، وهو متحكم في الجزئية دي. طيب قيام ادارة المراجعة الداخلية بالتأكد من التزام العاملين بالادارات المختلفة بالاختصاصات المحددة لهم، ومن خلال برامج المراجعة الداخلية قد تشمل في هذه الحالة ما يلي: مراجعة عمليات البيع الآجل والسجلات، بالتأكد من أن جميع البضائع التي خرجت من المنشأة وأرسلت للعملاء قد استفرد عنها فواتير بالفعل، التأكد من أن جميع عمليات البيع الآجل قد تم تعليتها على حساب العملاء، يعني فعلا نزلت على العميل وبقى عليه فلوس بالقيمة، بقيمة الفواتير والكلام ده كله. طيب المرحلة الثانية، مرحلة بقى اني اشوف مدى الالتزام بالكلام الحلو اللذيذ اللي احنا لسه قايلينه ده. احنا قلنا ان الادارات كتير تبقى مشاركه، اداره المبيعات تبقى مشاركه، اداره الحركه، اداره كل ادارات الشركه ومتوزع عليهم المسؤوليات وبتاع، وكله تمام زي الفل. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى هي ايه؟ هي اشوف انتوا بتعملوا كده ولا لا. طيب اذا وجد المراجع الخارجي ان تصميم نظام الرقابه الداخلي الخاص بعمليات البيع الآجل تصميما جيدا، فانه ينفذ اختبار مدى الالتزام بهذا
النظام، يعني انا شفت النظام والنظام سليم 100% وتمام التمام، دي اول خطوه. نبدا نشوف حضرتك مدى التزامك قد ايه، الاطلاع على تقارير اداره المراجعه الخارجيه، التحقق من التزام العاملين بالاجراءات الرقابيه المحطوطه والمفروض عليهم، فحص عينه من المستندات اللي هي دايره ما بين الاربع اقسام. هو مش الاربع اقسام دول مش المفروض ان هم بياخدوا خطوات فعليه على ارض الواقع، سواء بتنفيذ بضاعه او بان البضاعه تخرج من المخزن تروح في الحته الفلانيه، او ان انا اضرب فاتوره على السيستم وفاتوره مبيعات والكلام ده كله كده بالبوك. لا، بيبقى في دوره مستنديه ما بينهم كلهم، دايره باكسبشن لكل واحد فيهم، مكان للتوقيع، مين وافق على الاوردر ده ومين موافقش على الاوردر ده، والشكل العام للموضوع ايه. ابدا انزل واشوفه واتفرج على العينه من المستندات المؤيده لعمليات البيع الاجل. طيب المرحله الثالثه بقى، يقوم المراجع بتنفيذ الاختبارات الاساسيه لتفاصيل عمليه البيع الاجل والتي تناسب حجم عينتها عكسيا او تتناسب حجم عينتها عكسيا زي ما قلنا مع النظام الرقابه او قوه مع درجه الالتزام باوجه الرقابه الاساسيه ونظام الرقابه الداخليه الخاص بعمليات البيع الاجل. طيب المرحله الثالثه اللي معانا، المرحله الثالثه اللي احنا متكلمين عليها الفيديوهات، الفيديو اللي فات بالاخص اللي قلنا فيها الثلاث مراحل، الالمام ومدى الالتزام، وثالث حاجه اللي هي تفاصيل عمليات والارصده والكلام ده، هي المرحله الثالثه اللي احنا بنتكلم عليها في تنفيذ الاختبارات الاساسيه لتفاصيل عمليات وارصده. هنا بقى هنحط ايه؟ البيع الاجل، يعني جوه برنامج البيع الاجل هنا احنا هنعمل خمس انواع من الاختبارات علشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. الاختبار الاول هو اختبار المعقوليه، اختبار معقوليه عمليات البيع الاجل، من الاخر كده اقتناعك انت ان العمليات دي فعلا حقيقيه مش فيك. فاكرين لما حكينا عن العمليات الفيك اللي بتتم او تمت مثلا من خلال الحكاوي القهاوي اللي قعدت احكيها عن ازاي الشركه بتيجي في يوم من الايام تضرب ارقام كبيره مبيعات وفواتير وحاجات دي عشان تحسن من الانكم ستيتمنت بتاعتها في اخر ايام في السنه عشان في النهايه يطلع التقارير بتاعتها كويسه. هو بالظبط زي كده، ناخد الاختبار الاول ونشوف مدى معقوليه عمليات البيع. اختبار معقولية عمليات البيع الهدف منه التأكد من أن عملية البيع، عملية المبيعات المسجلة بالدفاتر معقولة، معقولة كده وراسية وفعلا حقيقية وفعلا بتحصل وفعلا الأرقام دي حقيقية. طيب اسم دليل الإثبات، دليل العلاقات والارتباطات والأحداث اللاحقة. عندنا حاجة تانية اسمها أسلوب الحصول عليه وأسلوب الفحص الانتقادي والتحليلي. طيب اجراءات اسلوب الحصول عليه، يقوم المراجع بتنفيذ اسلوب المراجعه الانتقاديه حيث يلقي نظره سريعه على دفتر المبيعات الاجل والتقاط المبالغ، المبيعات اللي هي بشكل كبير جدا وبشكل صغير جدا، ويبدا يشوف مدى تحقيق الارقام ديت فعلا على ارض الواقع حصلت ولا فيها اي مشكله اخرى. والرغم على الرغم من ان الاختبار ده ضعيف لانه ما بيطلعش ادله ثابته او دليل ثابت، المراجع ما يقدرش يمسك حاجه، لكن في النهايه بيكون قناعه عقليه، عشان كده اسمه اختبار المعقوليه، عدت على المراجع ولا لا؟ بيقدر يقتنع بالارقام وبالفواتير الاجل وهي منطقيه ولا لا؟ هي منطق الموضوع، وهو ده النتيجه بتاعه الاختبار. بيبقى عنده قناعه عن مدى معقوليه عمليات البيع غير العاديه ويقوم بتطبيقها للحصول على اديه تؤيد او تنفي صحتها. وشكرا على كده، رغم ان الدليل بيكون صعب شويتين لكن بتظل الموضوع قناعه المراجع، دي اول خطوه بيعملها، لازم يكون داخل على الموضوع وهو عنده شويه قناعه الحركات المبيعات ديت بنسبه قد ايه حقيقيه. طيب نخش بقى على الاختبار رقم 2 جوه عمليات المبيعات الاجل، لسه ما خرجناش. اختبار الدقه الحسابيه لعمليات البيع، يبقى اول حاجه المعقوليه، تاني حاجه الحساب بقى انت بالاله كده، زي ما قلنا احنا ما بنتكلمش هنا على المحاسبيه فقط، هنا عندنا لفظين المحاسبيه والحسابيه.
احنا هنا بنتكلم على الحسابيه، دماغك على طول تضرب على الاله، عمليات الجمع والطرح والكلام ده كله. طيب الهدف منه تاكد من ان عمليات البيع على الاجل المسجله بالدفاتر مسجله بقيم صحيحه. طيب اسم دليل الاثبات، دليل الدقه الحسابيه. خلي بالك عشان في ناس بتلخبط من الدقه الحسابيه والدقه المحاسبيه. الدقه الحسابيه هي الاله، الارقام، القيم، تمام. طيب اسلوب الحصول عليه، اسلوب الفحص الحسابي والمراجعه الحسابيه، بمسك اله وامسك الفواتير واشوف وادرب الارقام واشوف الارقام دي سليمه ولا لا، والبرايس ليست والاسعار والحاجات دي كلها سليمه، الضرايب والحاجات دي كلها سليمه محسوبه بطريقه 100% تمام زي الفل. وده كده الاختبار الثاني، اجراءات اسلوب الحصول عليه، يراجع درج الكميات في الاسعار ومطبقتها بالقديم بالجديد بالفاتوره اللي قدامه والاسعار اللي موجوده والكلام ده كله، ويبدا يشوف العقود اللي ما بيني وما بين التجار هبيع لك بسعر كام وليه، لان في عمليات بيع بتتم بناء على عقود ما بيني وما بينك، هورد لك كميه قد كده وبسعر قد ايه، ببدا اراجع العقود دي وابدا اخد الاسعار دي وابدا ادرب الارقام دي وابدا احط نسب الخصومات اللي المفروض انت بتحصل عليها كشركه تانيه او كمورد او كمشتري يعني مني والكلام ده كله. ويراجع عينه من مجاميع دفتر اليوميه، ويراجع عينه من الترحيل لدفتر الاستاذ. يبقى كده الاختبار الثاني معايا، الاختبار الاول هو معقوليه عمليات البيع الاجل، الاختبار الثاني انا مسكت الفاتوره من الاخر كده يعني وقعدت بالاله اشوف الارقام كلها سليمه مظبوطه ولا فيها اي مشاكل، ومراجعه العقود والتفاصيل دي كلها. طيب الاختبار الثالث معايا في نفس النقطة دي، اختبار الدقة المستندية لعمليات البيع الآجل. الهدف منه التأكد من عمليات البيع الآجل المسجلة بالدفاتر حقيقية وتخص بضاعة تم شحنها فعلا لعملاء وحقيقيين، يعني مش بس ان عمليه البيع تمت، لا عمليه البيع تمت بناء على المستندات، الدوره المستنديه كامله شامله وسليمه، وكمان راحت للعملاء والعملاء دول حقيقيين وصل لها البضاعه، عشان كده اسمها الدقه المستنديه. كل الكلام اللي انا قلته ده بيثبت بريفرنس، بورق، بادله، تمام. طيب اسم دليل اثبات، دليل المستندات. اسلوب الحصول عليه، اسلوب المراجعه المستنديه. اجراء اسلوب الحصول عليه، بيفحص عينه من صوره الفواتير طبعا، ويبدا يتتبع بقى الفاتوره دي حركتها عملت ازاي، راحت المخزن، خرجت من المخزن على العربيه بورق عامل ازاي، خرجت من العربيه للعميل، العميل اداك ورق عامل ازاي، ورجعت الشركه باستلامات للبضاعه، دخلت الشركه عامل بطريقه عامله ازاي، العميل ده حقيقي ولا لا، مصادقات مع العميل، دخلت الشركه وسجلت ان هي راحت فعلا للعميل بطريقه صحيحه، كل ده عباره عن ورق ومستندات. وده كده الاختبار التالت. طيب يبقى لحد دلوقتي احنا معانا ثلاث اختبارات، نمره واحد الخاصه بعمليه البيع المبيعات الاجل من فوق، واحنا اتكلمنا في مبيعات الاجل، نزلنا بعد كده لمجموعه من الاختبارات، عملنا الاول الفحص مدى الالتزام، وقبليه كان الالمام، يبقى عملنا الخطوه الاولى الالمام، ثاني خطوه الالتزام، ثالث خطوه الاختبارات اللي معايا للنزول لارض الواقع واشوف العينات والكلام اللي احنا قلنا. الاختبار الاول معايا اختبار المعقوليه، انزل اشوف الورق والارقام الكبيره والارقام الصغيره لعمليات البيع الاجل وتمت ازاي، واطمن ليها شويتين ثلاثه اربعه، وبعد كده اخد الفواتير دي وابدا بعد كده ادخلها على الاختبار الثاني، هو خاص بالعمليات الحسابيه. فابدا امسك الاله واشوف الفواتير دي محسوبه صح ومجموعه صح ومطلوبه صح والفاليو بتاعها صح، وبالتالي العقود لو في عقود خاصه بعمليات البيع وما بين المورد وما بين الشركه وما بين المشتري وما بين الشركه، ابدا اراجع العقود دي واشوفها والكلام ده كله. تالت اختبار معايا هو اختبار الدقه المستنديه لعمليات البيع الاجل، ابدا اشوف بقى الورق ده كله اللي الخاص بعمليات البيع من اول ما دخلت لحد ما خرجت وراحت استلمت للعميل، وبعد كده رجعت تاني، هل رجعت تاني الشركه يعني كورق، كل الورق ده سليم ولا في اي مشاكل، يبقى اختبار الدقه المستنديه ده رقم ثلاثه. طيب الاختبارين اللي جايين، الاختبار الرابع والاختبار الخامس، هو تكرار للاختبار الثالث بالسنتي،
يعني احنا قلنا الاختبار بتاع الدقة المستندية لعمليات البيع الآجل هو هنا بيتكلم على اختبار المستندي كورق، تمام، لعملية البيع فقط، اللي هو ايه، اللي هو الاوردر والمندوب جابه ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله، تمام. الاختبار الرابع خاص بان البضاعة خرجت من عندي للعميل بطريقة عاملة ازاي. الاختبار الخامس اسمه برضو الاختبار الدقة المستندية، يعني اسم الاختبار الرابع اختبار الدقة المستندية واسم الاختبار الخامس اختبار الدقة المستندية. بس هو كل حاجة فيه، يعني اختبار الدقة المستندية في عمليات البيع الآجل، اختبار الدقة المستندية هتلاقيه بيتكلم على خروج البضاعة من المخزن، بعد كده اختبار الدقة المستندية في وصول الورق دوت ليه جوه الشركة والكلام ده كله، وتفاصيل كل واحد فيهم يعني متطابقين جدا الثلاثة مع بعض. فاختبار الدقة المستندية اللي هو الاختبار الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية هو الدليل، الاسلوب الدليل اسمه دليل المستندات، واسلوب الحصول عليه اسلوب المراجعة المستندية، وهو يخص الفحص عينة من صور الفواتير للتأكد من انها صحيحة، وكذلك التأكد من وجود كافة البيانات التي تظهر ان العميل ده فعلا موجود وحقيقي، مش عميل فيك، مش حد مش موجود، مش الكلام ده كله. نفس التفاصيل دي في الاختبار الرابع اللي بيتكلم في مدى الدقة المستندية، بيتكلم في ان عملية البيع تمت والبضاعة خرجت من المخزن بطريقة عاملة ازاي، بنفس الكميات اللي العميل طالبها، بنفس كل حاجة، تمام. اسلوب الفحص بتاعه او اسلوب اسم دليل الاثبات دليل المستندات برضه، اسلوب الحصول عليه، اسلوب الفحص والمراجعة المستندية برضه، يعني هو كلهم متطابقين الرابع والخامس. الاختبار الخامس برضو اسمه الدقه المستنديه زي ما قلنا، الهدف منه التاكد من ان عمليات البيع لاجل المثبته بالتفاتر تخص عمليات بيع البضاعه فقط دون زياده او نقص. اسم الدليل دليل المستندات، اسم اسلوب الحصول عليه اسلوب المراجعه المستنديه، نفس القصه بالظبط، بس هو بيكرر نفس الاسلوب بنفس الاختبار في ثلاث دوائر، هما الثلاث دوائر مع بعض، المبيعات الاجل حصلت ازاي، البضاعه خرجت من المخزن ازاي، راحت للمورد ازاي، واتسجلت عندي لما رجعت ازاي، بس كده، تمام. طيب يبقى كده احنا عندنا يعتبر لو قلنا ان الاختبارات الرابع والخامس هم متطابقين مع الاختبار الثالث، يبقى عندنا ثلاث انواع من الاختبارات لعمليات البيع الاجل. نمره واحد المعقوليه، ونمره اثنين الدقه الحسابيه، ونمره ثلاثه اختبار الدقه المستنديه. يبقى عندي ثلاث اختبارات انا مشيت عليهم القسم بتاع المبيعات الاجل او سايكل المبيعات الاجل كلها على بعضها. كده نبقى خلصنا الموضوع الاول اللي هو الخاص ببرامج مراجعه حسابات دوره الايرادات والتحصيل، اللي قلنا فيها ان مكونه من اربع برامج صغيره بنفس الكاتيجوري بنفس كل حاجه، خدنا عينه منها اللي هي مراجعه او برنامج مراجعه عمليات البيع الاجل، واتكلمنا فيه بالتفصيل، وده اللي هيحصل في الثلاث برامج التانيين بنفس الطريقه بنفس الاسلوب بنفس كل حاجه. والبرنامج بتاع مراجعه حسابات دوره الايرادات والتحصيل بيعتبر انا شايف ان هو اكبر واحد فيهم او اكبر اهتمام فيهم، الباقي باذن الله هيبقى الموضوع ان شاء الله اسهل واسهل. زي ما انت شايف كده هو بيمشوا بنفس الثلاث مراحل، المرحله الاولى الالمام، المرحله الثانيه الالتزام، المرحله الثالثه الاختبارات اللي على ارض الواقع اللي بننزل ناخد انواع معينه من الاختبارات، زي ما قلنا مثلا في المجموعه الاولى من البرامج الاختبارات معانا كانت اختبارات عقلانيه او اختبار عقليه او معقوليه الموضوع، الاختبار الثاني كان اختبار الثاني كان اسمه اختبار الدقة الحسابية، بنمسك ورقة وقلم ونمسك الفواتير ونمسك الحسابات او الارقام الحسابية والفاليو والكلام ده، ونبدأ نشوف اختبار الحساب عامل ازاي، او اختبار الدقة الحسابية عاملة ازاي مقارنة لو في كمان عقود او كده، واختبار الدقة المستندية اي ريفرنس واي السايكل بتاعت الشغلانة شكلها عامل ازاي،
وشكرا لكم، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجديد، واحنا بنتكلم على نوعية من البرامج الاخرى. تقريبا هنتكلم الفيديو الجاي على الاصول الثابتة او الاصول الملموسة. خلينا نشوف ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم في ايه. متنساش لايك الفيديو وتسبسكرايب القناة على اليوتيوب، والسلام عليكم.